حسن؟ والدي فين يا كريمة؟ وانا شرفني حسن. لا تعرف يا كريمة، وعارفة ان سينا قالت لي على كل حاجة. وحد برضو يصدق كلام سينا؟ سينا دي من الخاجر، وانت عارف يا حسن الخاجر بيبيعوا اهلهم ويبيعوا نفسهم ويبيعوا كلام. انت ادرى من الخاجر اكتر مني ولا ايه؟ واقف ساكت ليه؟ لسه مش مصدق؟ لا، انا ولادي عندي بالدنيا واللي فيها. ما تبطلي بقى يا مفيدة، خلاص يا اختي، حفظنا الشويتين بتوعك دول لسه قايلهم من شوية. لما سينا قالت لكم ان انا اللي خطفت الواد وديته لهم، جايين عندي هنا ليه؟ هم يعرفوا مكانه، روحوا لهم وهم يقولوا لكم على مكانه فين. روح لهم يا كريمة، بس عارفة لو مفيدة طلع كلامها صح انا هعمل فيك ايه؟ هتعمل فيا ايه يا ابن عبد الحكيم؟ هتموتني؟ مش هموتك، عشان ساعتها الموت هيبقى ليكي رحمة قدامي. انا لسه وشرفت. بالسلامة يا مفيدة. نهار اسود يخرب بيتك يا سينا. انتوا جابت الواد فين؟ انا معرفش حاجه. انت جبت ما طلع روحك في يدي. انا معرفش حاجه. هو صوفا اللي يعرف. يعني كلام مفيد صح، يعني انتوا اللي خدتوا الواد، كريمه اللي جرت لكم تخطفوه. لا لا لا، مش كريمه اللي جرت. امال مين؟ يعني انت ما تعرفيش يا مفيده مين انطقي؟ اقول يعني انطقي يا بنت بدل ما طلع روحك. حاضر يا باشا، انا هقول على كل حاجه. هي مفيدة يا باشا، هي اللي جابت ولدها وادته لصوفة وقالت له يطلعوا برات البلد. ايوه يا باشا، وقالت انها مش طايقة العيشة معاك، وانها عارفة ان امك بتكرهها، وانها هترميها برات البيت الكبير، مش هتعرف تاخد منك ولا حق ولا باطل. فجابت ولدها وادته لصوفة وقالت له يودي برات البلد. هو ده اللي حصل. انا يا بت؟ ايوه، وتجوزتي صوفة، واللي عرفته انه كان بياخدك عشان تزوري والدك كل شويه. ايوه يا باشا، بالاماره كانت عايزه تروح تشتغل عند الست ناديه عشان تكون جنب ولادها. كدابه يا حسن، وازي جلت لها كدابه. لا مش كدابه. يا باشا انتوا الواد فين؟ يا باشا والله العظيم بكره الصبح هيكون عندك. بكره ده ايه؟ ساعة ويكون قدامي، انت فاهم؟ خلاص يا باشا الواد وصل قدامي. قدامي يا باشا. الله يلعنك في كل كتاب، بس كل اللي بيحصل ده ولا يهمني. المهم عندي ان عبد الحكيم هيرجع، بس انتي مش هسيبك يا سينا. يا وجعتك السودة، يا وجعتك السودة يا سينا، يا وجعتك السودة، يا وجعتك السودة. شفته دلوقتي البيت الكبير اللي بناه جدي وتعب فيه. كان عنده استعداد يقطع من لحمه الحي علشان يسيبهولنا. هي دي التركه اللي كل واحد فينا خدها في الاخر. ايه رماد، هي دي اخرتها. كل واحد كان عاوزه هو عمود البيت اللي اتسند عليه الكل. كل واحد كان عاوزه يبقى الكبير اللي كلمته نافذه وتمشي على الرجال. كل واحد كان عاوز يبقى هو البيت الكبير. اهو البيت راح.
كل واحد فينا بيجي في جهة. الله يرحمك يا ابوي، الله يرحمك. مروان مروان يا روح عمتك. الله الحمد لله على السلامة حبيبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، وحشتك قوي يا أمي. أنا كمان. حلو إنك جيت عشان تشيل معايا شوي. مال حسن فين؟ حسن راح مصر. حسن راح مصر يا أخوي. أصل إحنا عرفنا مكان عبد الحكيم. الصبح حسن هيجيبه ويجي. تعال أنت بس تعال. شكلك تعبان قوي، انت لازم تتسبح وتاكل لقمه وتنام. زينب عامله ايه؟ الحمد لله. شكلك زعلان. انا تعبان، تعبان قوي يا عمتي، نفسي ارتاح. مروان مروان اخوي، مروان مروان شمس. وحشتني قوي قوي يا اخوي. مروان وانت كمان عامله ايه؟ انا حلوه وقوي وزين. تعال 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 يا مروان، اقعد. عندي ليك خبر حلو قوي. يا ريت يا شمس قولي. اختك حبله. صحيح اللي بتقولي؟ اي والله. ده احلى خبر انا سمعته في حياتي. حبيبي تعرف انا مبسوطه قوي، ما شفتش الفرحة في عيوني حتى غيرك. ايه الأفكار العفشة دي اللي تجيب الهم؟ هتحبه يا مروان؟ لا أحبه، ده أنا أحبه وأحطه جوه عيني من جوه. دي أنت حتة مني، وهشيله كمان وهلف بيه البلد وهغني له وهقول له حلقاتك برجلاتك إن شاء الله تعيش، إن شاء الله تعيش. مالك يا مروان؟ صعبان علي اللي احنا فيها بيت ابوي. شكل البيت هو محروق، الحيطان السواد من الاطخاه، وجع قلبي. هو ده البيت الكبير اللي البلد كلها كانت بتحكي وتضحك عنه، هو ده تاريخ عيلة عبد الجواد. تاكلوا النار كده؟ طب ليه؟ وعلشان ايه؟ خسارة خسارة يا شمس.